عن تأملات على الموضوع اليوم، إلمام من يلي حصل، حصاد ممكن نسميه. بتصور إنه في خطورة إنه يصبح المثقف ديان وقاضي للمجتمع بدل ما يكون مصدر إنارة وتوجيه، وبذلك بدل ما يكون المثقف كنبي منذر بيتحول لشخص متعالم سيطر ما بهمه سوى رفض أفكاره بغض النظر عن مين هي الأفكار. لكن المثقف الحقيقي برأيي هو كنبي محيطه، من داخل محيطه. عادة بداية الوحي تتقابل برفض، وحتى لو كان هذا الوحي هو لخير المجتمع. تعامل النبي أو المثقف إن نقول مع الرفض هو يلي بيقود إلى قبول أفكاره أو عدم قبوله. الأسلوب يعني. الأسلوب، وهون بيجي دور المحبة والتواضع في التركيب النفسي للمثقف وربط ثقافة المعلومات بثقافة المحبة والحياة. احنا دايما عم نحكي عن الثقافة من ناحية فكرية بس. عادة لما نفكر مثقف نفكر بثقافة المعلومات، عندي إلمام بالمعلومات، عندي معرفة عن بيكاسو، عندي معرفة عن مايكل أنجلو، عندي معرفة عن وين البرازيل إذا ما بعرف عاصمتها أولا تاني أنا. فالمفهوم التقليدي للمثقف بيركز على الإلمام المعلوماتي أو ثقافة المعلومات أو اللوجيكال يعني argument أو fallacies، وبيشدد على اكتساب المعرفة وزرع مهارات التفكير النقدي والمشاركة في المساعي الفكرية عبر مجالات متنوعة حتى مثل نحن الصالون. وهيدا مرات بيؤدي انه هالتركيز على المساعي الفكرية ببعض الأحيان بيوصل إلى تفضيل المنطق على الامباثي أو على المحبة. مش عم استعمل كلمة العاطفة، أحسن من غلبت فيها. وبعدين بيؤدي إلى أعطاء الفكر قيمة أعلى من التعاطف الإنساني. بيصير الفكر له قيمة أعلى من الترابط أو التعاطف الإنساني والعلاقات الشخصية. لسبب مرات كتير منشوف إنه المثقف الفكري مرات أو المثقف بيقلل كتير من أنواع الثقافة المبنية على الارتباط العاطفي وبساطة الحياة. نتطلع مرات على البسيط كأنه مش مثقف. وهون ندخل في كلمة الريتوريكس، they don't equal truth. الريتوريكس ما إلهم علاقة بالتروث، يعني logical argument doesn't necessarily equate truth. It has nothing to do. It's just, it depends on the premise that this logical argument holds. فالمثقف مرات بتعميم هون، في أنا ثقافة الأم، في أنا ثقافة الأب، في أنا ثقافة الفلاح، في أنا ثقافة العامل البسيط، في أنا ثقافة الخباز. ففصل الثقافة عن مقدرتنا على التعاطف مرات بيقود إلى نظرة علوية بتقلل من قيمة الآخر. لكن ثقافة المحبة اللي بدي أحكي فيها هي نقيض على ذلك. ثقافة المحبة، المثقفون بالمحبة بيجسدون شكل تاني من التفكير متخلل بالمحبة والرحمة والتعاطف والمودة والأخوة والعطاء والأخذ وعدم الدينونة. بيدركون أن الترابط بين المعرفة وتجربة الإنسان هي الطريق يلي بتغذينا وبتربطنا ببعض. بيعطي أوليات للعلاقات الإنسانية والمشاركة في المجتمع والعدالة الاجتماعية بجانب مساعيهم الفكرية. بيتحرك عملهم برغبة في التخفيف من المعاناة وتعزيز الفهم وزراعة مجتمع أكثر تعاطفا مع بعضه. فثقافة المحبة والتعاطف يلي بدي سميها الامباثي هي مش العاطفة، it's not emotion. العاطفة ردة فعل، أما المحبة أو الامباثي it's an intentional choice. It's a conscious decision rooted in deep understanding of human phenomenology and subjective experiences. Thus, it holds us back from judgment. I am a very subjective individual, and I admit to that. That's my phenomenology. I'm shaped by my life experiences. I see the world through this phenomena. Okay. فبس إذا بتسمح لي معلش بعدين أنتوا قصة زي ما بدك. أوكي. فرواية الخلق مثلا في سفر التكين تعطي صورة عن هيدا الصراع. الرواية لم تمنع الإنسان عن السعي وراء المعرفة أو الثقافة، لكنها حذرت الإنسان عن فصل المعرفة عن مفهوم الخير والشر أو كسر الارتباط الوثيق بين المعرفة والمحبة والحياة. خليني أشرح شوي صغير. زي ما قلت أستاذ ناصر، المعرفة والثقافة هي سيف ذو حدين، استخدامها قد يقود أما إلى الحياة أما إلى الموت. مثال بسيط،
إذا أخذنا أينشتاين كإنسان مثقف عالم كاتب فلسفة كونية مسيئة إلى آخره، بنرى أنه ببساطة ثقافة العامة ومعرفته بعلوم الذرة بدلا استخدم كأداة لنشر الحياة، في مرة من المرات استخدمت كوسيلة نشر الدمار والقتل والترهيب. فثقافة المحبة أعمى وأهم من ثقافة المعلومات. ثقافة المعرفة أعمى من المنطق. ثقافة المحبة بتقود إلى طريق واحد بتصور هي طريق الحياة، أما ثقافة المعلومات المجردة من المحبة والانفتاح حتما بتقود إلى الموت، أما موت فردي، أما موت على الصعيد الاجتماعي، أو حتى موت على الصعيد الكوني. شكرا. جميل. Thank you. المداخلة حلوة جدا. تفضل. يعني يمكن نص المداخلة.